يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: رجل اعتاد على قراءة سورة الفاتحة 100 مرة يوميا ويقول أنا أرتاح بقراءتها هكذا، فهل فعله صحيح؟ هذا العدد لا دليل عليه. قراءة الفاتحة ما هي مشروعة في الورد، اللي يشرع قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين، آية الكرسي، سورة الإخلاص والمعوذتين. أما قراءة الفاتحة ما ورد أنها تقرأ في الورد، إنما تقرأ في الصلاة. نعم.